نبيلة عبيد تتعرض لموقف محرج على المسرح خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. شاهدوا ما حصل. تعرضت الفنانة المصرية نبيلة عبيد لموقف محرج على المسرح خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما حصل مع نبيلة عبيد، إذ استلمت الجائزة وهي تهم بالنزول عن المسرح وتلقي التحية على الأشخاص الذين تواجدوا إلى جانبها وكرموها، وسقطت منها الجائزة على الأرض، ما استدعى قيام أحدهم بالإسراع لمساعدتها وإعطائها الجائزة من جديد. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لنبيلة عبيد وأكدوا أنها تستحق هذه الجائزة، كما اعتبروا أن ما حصل على المسرح سببه العين والحسد. وقد كرمت نجمة مصر الأولى في المهرجان على مجمل أعمالها الفنية، وأكدت عبيد في تصريحات إعلامية في الندوة أنها ضحت بالكثير في سبيل مهنتها الفنية على غرار عدم الإنجاب وشعورها بالأمومة، كما كشفت أنها في صدد التحضير لعمل درامي يوثق سيرتها الذاتية الغنية جداً. الجدير ذكره أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كانت قد انطلقت بدورته الثالثة مساء الخميس الماضي بعرض الفيلم السعودي حوجن وبحضور نخبة من نجوم السينما العالمية أمثال جوني داب وويل سميث، حيث يستمر المهرجان إلى 9 كانون الأول الحالي. وأقيم على هامش المهرجان حفل المرأة في السينما الذي أحيته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم احتفاءً بالمساهمات النسائية في صناعة الفن السابع، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي والعالمي أبرزهم نبيلة عبيد التي كان لها تكريم خاص، بالإضافة إلى عدد من الفنانات العالميات مثل شارون ستون وميشيل رودريغيز. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل والتفاعل الكبير الذي أبداه الحضور، وتحديداً الفنانين الذين كانوا متواجدين ويشاركون نانسي الغناء بحماس شديد. وكان لافتاً تفاعل نانسي خلال وصلتها الغنائية مع الفنانات المشاركات، حيث عمدت الفنانة المصرية نبيلة عبيد إلى الرقص برفقة نانسي والتعبير عن سعادتها، إذ استجابت نانسي لدعوة نبيلة عبيد للنزول عن المسرح لتشارك الحضور في رقصات مبهجة على أغانيها، ومنها آه ونص التي رقصت عليها شارون ستون على الطريقة الشرقية.